أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية نيوز، يتولى على تقديمه أنا بيان عبند وعمر محرف. تحية لك بيان. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. العبادي تعهد بعدم الطلب من روسيا شن غارات جوية على مواقع داعش في العراق، يقول دون فورد في أول زيارة له إلى العراق. هل تعين عماد الخرسان أمينا لمجلس الوزراء أم لا؟ وبهاء العرجي نائب العبادي المستقيل ضيف الحصاد. داعش يشن هجوما بواسطة 17 مركبة مفخخة و20 انتحاريا يرتدون أحزمة ناسفة في منطقة البوشليب غرب مدينة الرمادي. مسلحون مجهولون يختطفون رئيس قسم الكسور في مستشفى الكندي محمد حازم العائد حديثا إلى العراق بشهادة علمية عليا من فرنسا. محافظة صلاح الدين، هل تشهد سلسلة استهدافات سياسية بعد حراك مكثف لتغيير شكل الحكومة المحلية؟ الشرقية نيوز في سلسلة تقارير عن العشوائيات في بغداد، الفقر وسوء الإدارة يدمران بنية بغداد. جنرال انرجي احد المنتجين الرئيسيين للنفط في اقليم كردستان تخفض توقعاتها للإيرادات والإنتاج بسبب ضعف الأسعار وديون على اقليم كردستان. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دينفورد عن تطمينات حصلت عليها الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعدم الطلب من روسيا بشن غارات جوية على مواقع داعش في العراق. دينفورد قال للصحفيين لدى وصوله أربيل في أول زيارة له منذ شغله للمنصب إنه يستبعد احتمالية شن روسيا لحملة جوية في العراق في المستقبل القريب، بعد أن اتصل الجانب الأمريكي بالعبادي وتلقى منه تأكيدا بأنه لم يطلب من موسكو أي مساعدة من هذا القبيل. وأوضح الجنرال الأمريكي أنه يسعى خلال زيارته إلى العراق للاطلاع على آخر تطورات الهجمات التي تشنها القوات العراقية على مواقع داعش في بيجي والرمادي. وبحسب رويترز فإن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة هبط في أربيل عاصمة كردستان متأخرا عن موعده نصف ساعة بعد أن غير المراقبون الجويون في مطار بغداد مسار طائرته لعدم علمهم المسبق بالزيارة. وعقد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دينفورد اجتماعا مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في أربيل، جرى خلاله البحث في آخر مستجدات العمليات العسكرية التي تشنها القوات الكردية ضد تنظيم داعش. ونقل بيان لرئاسة الإقليم عن دينفورد قوله إنه جاء للوقوف عن قرب على وجهة نظر البرزاني بخصوص الحرب ضد داعش ومستوى التنسيق والعمل المشترك بين الجيش الأمريكي وقوات البيشمركة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل والوضع في سوريا بعد العمليات الجوية الروسية هناك. من جانبه أكد البرزاني أن الحرب على داعش مقدسة، كما أن دحره يحتاج إلى جهود جميع الأطراف والتنسيق والتعاون الدولي الجدي. كما تطرق البرزاني إلى أهمية مرحلة ما بعد داعش وضرورة منح ضمانات للمكونات المختلفة كي يطمئنوا إلى أنهم لن يتعرضوا لكوارث أخرى مماثلة في المستقبل. وحضر اللقاء عدد من القادة والمسؤولين في الجيش الأمريكي في العراق إلى جانب مستشار مجلس أمن كردستان مسرور البرزاني ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد الطالباني وقادة عسكريين في وزارة البيشمركة.
من جانبه قدم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دينفورد توضيحا حول دور الخلية الاستخبارية التي تضم العراق وروسيا وإيران وسوريا في بغداد، وأكد له بأنه لن يكون مسرحا لأي صراع دولي في المنطقة. ونقل بيان لوزارة الدفاع عن العبيدي قوله للقائد العسكري الأمريكي إن الخلية الاستخبارية الرباعية لا ترقى إلى مستوى تحالف عسكري، وإنما هي مجرد تعاون رباعي يساعد العراق في مواجهة تهديد داعش. وأكد العبيدي تمسك الحكومة العراقية بشراكتها مع الجانب الأمريكي وتطلعها إلى دور أكبر للتحالف الدولي في دعم القوات العراقية. تم التأكيد على استمرار وتطوير العلاقات الاستراتيجية وخاصة في مجال التعاون العسكري بين البلدين، وكذلك التطرق إلى دور التحالف الإيجابي في تقديم الإسناد الجوي للعمليات العسكرية لقواتنا المسلحة على الأرض، والبحث في سبل تطوير هذا التعاون مستقبلا. كذلك أكدنا للسيد رئيس هيئة الأركان المشتركة بأنه العراق لن يكون مسرحا لأي صراع دولي في المنطقة، وتم توضيح دور خلية التعاون الاستخباري الموجودة في بغداد ما بين الدول الأربع هي العراق وسوريا وروسيا وإيران، وأكدنا بأنها ليست تحالفا عسكريا، إنها خلية تبادل معلومات استخبارية تسهم في حقيقة مساعدة العراق في حربه ضد مجاميع داعش الإرهابية. في مقابل ذلك أعلن الكرملين بأن تبادل المعلومات والتنسيق بين موسكو وبغداد بشأن العمليات الجوية الروسية في سوريا سيستمر على مختلف المستويات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي إن عملية تبادل المعلومات بين روسيا والعراق ستستمر على مختلف المستويات عبر مركز التنسيق الرباعي في بغداد، وأشار إلى أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها في الأيام الماضية سبقتها إجراءات تنسيقية عبر هذا المركز، على الرغم من أنباء كثيرة تحدثت عن احتمال إطلاق عملية روسية مماثلة لسوريا في أراضي العراق، إلا أن موسكو أعلنت أنها لم تتلقى أي طلب رسمي بهذا الشأن من السلطات العراقية حتى الآن. هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن النتائج التي حققتها العملية العسكرية الروسية في سوريا حتى الآن تؤكد قدرات روسيا على تقديم الرد المناسب والفعال على الخطر الإرهابي وأي مخاطر أخرى تهدد أمن روسيا. بوتين قال خلال لقائه مع مجموعة من كبار الضباط في الجيش الروسي بمناسبة تعيينهم في مناصب رفيعة، قال إن الإرهابيين في سوريا وفي دول أخرى بالشرق الأوسط يخططون لزعزعة الاستقرار في مناطق كاملة بالعالم. وجدد بوتين تأكيده بأن العملية العسكرية الروسية في سوريا جاءت بمثابة إجراء احترازي، وقال إن تقديم المساعدات العسكرية الروسية لسوريا يتم بمراعاة تامة للعقيدة العسكرية الروسية والقانون الدولي. مشاهدينا، حصادنا مستمر وفيه نتابع. مسلحون مجهولون يختطفون رئيس قسم الكسور في مستشفى الكندي محمد حازم العائد حديثا إلى العراق بشهادة علمية عليا من فرنسا. هل تعين عماد الخرسان أمينا لمجلس الوزراء أم لا؟ وبهاء العرجي نائب العبادي المستقيل ضيف الحصاد. اختطف مسلحون مجهولون رئيس قسم الكسور في مستشفى الكندي محمد حازم العائد حديثا إلى العراق بشهادة علمية عليا من فرنسا. وقالت مصادر أمنية إن مجموعة مسلحة ترتدي الزي الأسود
كانت تستقل سيارة من نوع بيكاب نصبت سيطرة وهمية على بعد 50 مترا من مستشفى الكندي، وأنزلت الطبيب محمد حازم رئيس قسم الكسور في مستشفى الكندي من سيارته بحجة أسماء مطلوبين واقتادته إلى مكان مجهول. الدوام الرسمي، الدكتور طلع من الدوام الرسمي خارج المستشفى أو خارج المستشفى صار هذا الإجراء، وإحنا ما شاهدنا أي نستنكر هذا العمل الإجرامي اللي بصراحة يمس الأطباء، وهذا قد ضغط على الأطباء حتى يخلوهم يعني بصراحة ماكو غير إنه يضغطون عليهم حتى يهاجمون خارج البلد غير، وبعدين المضرر الأول والأخير هو المواطن. كشفت مصادر رسمية في بغداد بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر قرارا بتعيين عماد ضياء الخرسان بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء. وقالت المصادر إن العبادي قرر تفريغ مهدي العلاق لإدارة مكتبه بعد أن كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة منذ نحو 2 شهر بعد إعفاء الأمين السابق حامد خلف يشعر إلى أن عماد الخرسان كان قد كلف من قبل الحكومة الأمريكية بعد أحداث عام 2003 بتولي هيئة إعادة إعمار العراق. أكثر عضو مضحي، فجرت بيوته، سلبت أمواله، نص عائلته قتلها الإرهاب، أن يستهدف بحجة 4 أرهاب ويجلد بهذا الادعاء الباطل. ولكن الحمد لله ظهر الحق، وأنا يعني أطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يكشف من هي الجهة السياسية، أن يكون تحقيق مع هؤلاء الذين قالوا جهة سياسية دفعتنا لكي نعرف من هي الجهة السياسية التي دفعتهم وما هي الأسباب. تظاهر العشرات من أساتذة الجامعات والتدريسيين أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد للمطالبة بإلغاء قرارات تخفيض مخصصاتهم الجامعية التي قررها سلم الرواتب الجديد لمجلس الوزراء. وذكر مشاركون في التظاهر أن القرار سيدفع من بقي داخل العراق إلى الهجرة، مما يعني إفراغ البلد من الكفاءات العلمية والتدريسية، إضافة إلى ما يشكله القرار من عدم الاهتمام بالتحصيل العلمي والأكاديمي بسبب فقدان الامتيازات المالية. كما تظاهر العشرات من موظفي وتدريسيي جامعة بغداد في مجمع باب المعظم احتجاجا على إجراء تعديلات لقانون الخدمة الجامعية، حيث طالبوا بإلغاء التعديلات وعدم المساس بحقوقهم المالية. بكتونا نهبتونا، كافي، وين نروح؟ وين نروح نهج؟ جاوبني نهج؟ كافي؟ كافي، والله تعبنا 23 سنة موظفة، وين نروح؟ ها؟ لا بيت، لا قاع، كل شيء ما عندنا، وين نروح؟ إلى متى هذا الظلم؟ حقيقة تجمعنا هذا اليوم وتظاهرتنا من أجل الخدمة الجامعية، قانون الخدمة الجامعية منذ أن تأسسنا ووجدنا موجود قانون الخدمة الجامعية، هو اللي فاد راتبنا حقيقة، مرتبين حالنا على سلف، على إيجارات، على مصاريف الأولادنا، لما على غفلة يشيلها قرار يشيل قانون ما كويس شيء. الأستاذ الجامعي أساسا هو ما ماخذ حقه ولا ماخذ أي زيادة من الدولة، هذا قانون الخدمة الجامعية، قانون من سنة 1977، هم ما ضافوا لنا شيء ولا أحد جاز أضاف للأستاذ شيء، بالإضافة إلى تعب هم يردون يرجعوه إلى أنه بعد الدوام يطلع يشتغل عمالة لو يشتغل تاكسي، هذا أستاذ جامعي. أعلن الإضراب المفتوح لحين إلغاء سلم الرواتب الجديد والعودة إلى تطبيق سلم الرواتب وقانون الخدمة الجامعية المقر في عام 2008، هذا مطلب رقم 1. المطلب رقم 2 هو تخصيص قطعة أرض سكنية لكل أستاذ أو موظف عامل في مؤسسات وزارة التعليم العالي. ما ممكن، لا يمكن، هذا لا يمكن، قانون تعبوا عليه 3 سنين يلغى بشخبة قلم، لابد أن يكون هنالك دراسة. نحن أصحاب رسالة، نحن تدريسيين، نعم نتأثر
بالرواتب، ولكننا سنبقى أصحاب رسالة وسيبقى التدريس مفتوح والجامعة مفتوحة حتى لو لم نسلم رواتب. الحقيقة أصحاب رسالة هذه نأديها، الطلاب ما لهم ذنب، الطلاب والطالبات بمعنى مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بقانون الخدمة الجامعية، وهذه رسالة إلى الحكومة وإلى مجلس النواب. ونتابع في هذا الحصاد. هل تعين عماد الخرسان أمينا لمجلس الوزراء أم لا؟ وبهاء الأعرجي نائب العباد المستقيل ضيف الحصاد. ونرحب الآن بسيد بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء المستقيل. سيد بهاء مرحبا بك في حصاد الليلة ونشكرك على حضورك معنا. بداية سيد بهاء، يعني التظاهرات بدأت تخرج من أساتذة جامعيين وممن شملتهم التخفيضات في سلم الرواتب الجديدة الذي أقره مجلس الوزراء، كيف تنظر إلى هذا السلم؟ هل هو منصف من وجهة نظرك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سلم الرواتب أنا أعتقد أنه شيء ضروري في مثل هذا الوقت، حيث يجد نوع من العدالة ما بين الموظفين بصورة عامة. اليوم حقيقة اليوم تفاوت كبير ما بين الموظفين، يعني على سبيل المثال هناك موظف مهندس ويعمل في وزارة الكهرباء لا يتجاوز راتب 700 أو 800 ألف دينار، وزميله من نفس السنة يكون في إحدى الرئاسات الثلاث على سبيل المثال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء راتبه 3 ملايين أو أكثر. فهذا التفاوت الكبير حقيقة يدخل الدولة، وأيضا سوف لا تكون عدالة ما بين المواطنين العراقيين. لكن في كل بلدان العالم مثلما العراق يجب أن يكون جزء من هذا العالم، يجب أن تكون هناك استثناءات وهناك تخصيصات ومخصصات ودرجات إلى كفاءات ولا فئات معينة. يعني المخصصات العالية أو الامتيازات يجب أن تكون إلى الكفاءة وليس إلى الدائرة أو الجهة التي يعمل بها مثل ما موجود في العراق اليوم. يعني على سبيل المثال أساتذة الجامعات، المعلمين، الأطباء، هؤلاء حقيقة يجب أن تنظر لهم الحكومة والدولة نظرة خاصة. لذلك للأسف الشديد القوانين عندما تكون سريعة أو القرارات عندما تكون متسرعة، فبالتالي سوف تشوبها كثير من الأخطاء، وهذا ما جرت عليه الدولة العراقية من يوم 2003 لهذا اليوم. لكن أنا أعتقد الحكومة العراقية بصورة عامة والسيد العبادي بصورة خاصة يهتم بهذه الشريحة. وأنا أتذكر قبل أن يكون رئيس الوزراء كان رئيس اللجنة المالية، كان يعطي خصوصية للأطباء وللكفاءات مثل أساتذة الجامعات، وكان له دور كبير. عملنا سوية عندما كنت رئيس اللجنة القانونية وهو رئيس اللجنة المالية في إخراج هذا القانون اليوم اللي ينادون به، هو قانون الخاص بالأساتذة ومخصصاتهم. لذلك أنا أعتقد السيد العبادي خطوته القادمة سوف يكون يعطي هذه التخصيصات أو هذه الامتيازات الذين يستحقونها، ليس فضلا أو منا، وإنما الأستاذ يعني له مكانة في كل دول العالم، وكاد المعلم أن يكون رسولا، فبالتالي يجب أن يكون له. وكذلك الأطباء، الكفاءة بصورة عامة يجب أن يكون المعيار، الامتياز يكون للكفاءة في اختصاصه وليس للدار. يعني ليس من المعقول أن يكون هناك عامل خدمة، وليس عيب أن يكون هناك عامل خدمة في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء يتقاضى 2 مليون دينار، وأن يكون أستاذ جامعي يأخذ 1.5 مليون. فبالتالي هذا التفاوت الكبير هي إرادة الحكومة والسيد العبادي أن يتجاوز، لكن أكيد هناك أخطاء شكلية أنا باعتقادي السيد العبادي سوف يتجاوزها خلال الأيام القليلة القادمة. هو عاكف حقيقة، أنا باتصال مع الأخوان في المكتب في أن يجد حل هذا الخلل. نعم، إذن سيد بهاء، يعني هل سيشهد سلم الرواتب أي تعديلات في الفترة المقبلة؟ يعني أكيد أنا أتكلم معكم بصراحة، سلم الرواتب اليوم حاجة ضرورية، لأن أولا العراق يمر بظروف استثنائية، فبالتالي يجب أن يكون هناك تخليص ببعض الرواتب والمخصصات والامتيازات المبالغ بها، سواء كان في الرئاسات الثلاث أو المسؤولين الكبار وكذلك الدرجات الخاصة. وهناك أيضا طبقة من الموظفين وهم الدرجات الدنيا رواتبهم حقيقة لا تتناسب مع الوضع اللي موجود في العراق، وبالتالي يجب أن يكون تخفيض من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، وهذا ما عملت عليه الحكومة. لكن خلال هذا العمل أيضا بسبب ضيق الوقت وبسبب ممكن عدم اختصاص اللجنة التي أو بعض أعضاء اللجنة في هذا الأمر، لذلك غبنا
الأساتذة والأطباء وممكن بعض الكفاءات الأخرى. أنا متأكد بأن هذا سوف يراجع، لكن أنا أقول للأسف الشديد هناك بعض القوانين أو مشاريع القوانين عندما تصدر تكون هناك مزايدات سياسية، يعني نرى أن لكل لجنة أو لكل جهة أو لكل شخص يدعي إلى جهة معينة. علينا أن ننظر إلى الموظف والمواطن بصورة عامة نظرة واحدة، وبالتالي يجب أن يكون المعيار في، وهذا ما موجود بكل العالم، يجب أن يكون المعيار هو الكفاءة والدرجة العلمية وخطورة العمل، يعني هذا يجب أن يكون وليس المكان الذي يعمل به. يعني ليس أن هذا الموظف بسبب أن يعمل بإحدى الرئاسات الثلاث، يعني أنا أعطيك مثل، هذا المثل حي، هناك أستاذ جامعي في بغداد راتبه لا يتجاوز 1,000,000 دينار أو أكثر بقليل، ابنه موظف في مجلس النواب، ابنه مهندس يتقاضى بحدود 3 ملايين. هذا الأستاذ لديه خدمة في الجامعة بحوالي 30 سنة، وهذا الموظف لا تجاوز خدمته في مجلس النواب 3 سنوات. هذه العدالة يجب أن تكون حقيقة، يجب أن تعطي للاختصاص كذا. للأسف الشديد نحن في الدولة العراقية بعد 2003 قمنا ننظر بنظرات خاصة إلى من يعمل معنا، لذلك هذا الفارق الكبير الذي حصل ما بين الدرجات أو عفوا ما بين الرواتب أيضا جعل لكل الأحزاب وكذلك جعل لكل أقارب المسؤولين أن يأتوا مثل هذه الدوائر حتى يحصلوا على هذه الامتيازات. وهذا السبب الذي عطلت به دوائر الدولة العراقية. الآن أنا أعطيك على سبيل المثال، اليوم مجلس النواب وكذلك الأمانة عامة مجلس الوزراء يتجاوز عدد موظفينها 2,000، يعني بحدود 3,000 لكل دائرة منهما، بينما العدد الذي مطلوب لإدارة مثل هذه الدائرة لا يتجاوز 50 أو 100، وأنا حقيقة عملت بالدائرتين. لذلك هذه الامتيازات أصبحت حقيقة محل تفتيش ومحل وساطة للموظف وكذلك الأحزاب حتى تكون حقيقة مكان لمريديهم. أنا أقول سلم الراتب يجب أن يمضي، ويجب أن نقف مع الحكومة، ويجب أن لا يكون به مزايدات سياسية، لكن في ذات الوقت علينا أن نراجع بعض الكفاءات ومن ضمنهم أساتذة الجامعات والأطباء. طيب سيد بهاء، يعني قبل قليل اتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا بتعديل قرارات الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، بصفتك كنت نائبا لرئيس الوزراء، كيف تتخذ القرارات داخل الدولة؟ يعني القرارات هناك نوعين من القرارات، أما القرار يكون موضوع على جدول الأعمال وبالتالي عضو مجلس الوزراء يكون يعمل أو يعلم بهذا المشروع قبل يوم الجلسة وبالتالي يحضر له ويستفسر إذا كان به أمور فنية أو أمور أخرى، وهناك للأسف الشديد هي ظاهرة يجب أن لا تكون، هناك قرارات استثنائية أي يتفاجأ بها المجلس بانعقاد الجلسة، أما تكون بطرح من أحد الأعضاء أو من الأمانة أو من جهة معينة، هذه هي دائما تكون قرارات غير مدروسة وقرارات ذات صفة سياسية للأسف الشديد. لهذا الأمر ليس العيب أن نعدل هذه القرارات اليوم، لكن العيب أن تبقى هذه القرارات حقيقة هي بها أو يشوبها كثير من الخلل، وبالتالي سوف لا يمكن تنفيذها، أو عند تنفيذها سوف تكون هناك بعض المردودات السلبية التي تؤثر بشكل عكسي. نعم سيد بهاء، يعني إذن هل سلم الرواتب الجديد يدخل ضمن الإصلاحات التي أقرت في الفترة الماضية، وماذا جرى بشأن هذه الإصلاحات؟ أولا سلم الرواتب هو مشروع للحكومة العراقية قبل البدء بحزمات الإصلاح التي قدمها السيد العبادي، لكن تزامنت ممكن بهذه الفترة، وأيضا كما تعرفون أن القرارات الإصلاحية كانت أيضا في تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمسؤولين الكبار، لذلك اندمجوا من خلال هذا السلم الرواتب. يعني اليوم سلم الرواتب
فيه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، عفوا السلطة التشريعية هم بدرجتهم بالتالي غير موجودين، وبالتالي كل موظف بالدولة مدير عام إلى أدنى موظف بالدولة، وهذا هو العدالة بذاتها حتى تكون هناك الشفافية التي يدعون البعض بها، أن يعرف المواطن العراقي كم يتقاضى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة الوزراء وكذلك بقية المسؤولين. أما الإصلاحات فالإصلاحات لدينا فيها وقفة، الإصلاحات هي حقيقة كانت خطوة شجاعة وجيدة من السيد العبادي، وأنا باعتقادي هي كانت مهمتي إعلان هذه الإصلاحات، كان يتأمل بأن تقف معها الكتل السياسية ومؤسسات الدولة الأخرى من أجل أن تنفيذها، لكن هذه الكتل وهذه المؤسسات قبلتها في بادئ الأمر، كانت خشية من التظاهرات وكذلك كلام المرجعية التي كان في حينها، لكن هي كانت تضمر شيء عكس ما جاء في هذا الإصلاح. لذلك الإعلان هو نعم كان من رئيس الوزراء، لكن تنفيذ هذه الإصلاحات يكون على يجب أن يكون تعاون وتضامن وتوحد ووقوف بوحدة كبيرة مع رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية ومؤسسات الدولة وأقصد بها الوزارات وغيرها. لكن للأسف الشديد بدا واضحا ان هذه الكتل على اعتبارها هي ذاتها اللي موجوده في وزارات الدوله المؤسسه حقيقه تقف حجر اثرى في هذه الاصلاحات، لذلك سمعنا ان نجد صيحات كبيره من المواطن العراقي وكذلك بعض الاحيان من بعض قيادات الكتل السياسيه اين اصلاحات العبادي؟ انا اقول وحقيقه انا اول من نفذت هذه الاصلاحات وقلتها اكثر منا واقولها مره اخرى عندما طرح السيد العبادي الاصلاحات في جلسه المجلس الوزراء في الجلسه التي كانت 9/8 اعترضوا عليها وزراء كثيرين وقالوا للسيد العبادي بانك عضو، صحيح انت رئيس مجلس الوزراء لكن العضو في المجلس فبالتالي عليك لا تصادر حقوقنا. انا لما قرات الورقه فوجدت ان الفقره التاسعه هي الغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريه والوزراء، فقلت يا اخوان ترى الموضوع يعني أنا سوف يلغى منصبي، أنتم تتكلمون على صحيحيات، فبالتالي علينا أن نمضي بهذه الإصلاحيات، لأن الدولة من يوم 2003 إلى هذا اليوم مشت بمسار خاطئ، فبالتالي الذي لم يصوت وليس يناقش سوف أقوم بإعلان هذا على مجلس على الإعلام، وبالتالي أقول هذا الوزير وقف حجر أسرى أو ذلك النائب، ومن ثم أعلنت استقالتي في حينها، ولذلك هذه الخطوة التي هي تراجع بعض السادة الوزراء منها وصوتوا على الإصلاحات بجملة واحدة. لكن للأسف الشديد كانت هناك نية مبيتة من غالبية الكتل السياسية بأن هذه الإصلاحات يجب أن لا تمرر ويجب أن لا تمشي حتى لو كانت شكلية، وبالتالي أرادوا أن يكون هناك هي مصاصة للنقمة التي موجودة من الجماهير وكذلك لكلام المرجعية التي كان حادا الذي هو انعكس أيضا على مطلب جماهيري. للأسف الشديد ولذلك اليوم نجد أن كثير من مؤسسات الدولة حقيقة تعمل بشكل آخر حتى لم تكن لهذه الإصلاحات طريقة الحقيقية. أنا أقول أن الظروف التي يمر بها العراق وعلينا أن نعترف بالأخطاء التي مرت خلال هذه الفترة الماضية أن كثير بل غالبية الأمور كانت تمشي يعني تسير بشكل خاطئ، هذه الامتيازات الكبيرة وغيرها من الطرق في تشريع أو اتخاذ القرارات وأيضا بناء مؤسسات دولة كبيرة لا يتلائم مع حجم الدولة العراقية، يعني ليس من المعقول أن يكون بالعراق عدد سكانه أكثر بقليل من 30 مليون وفيها 4.5 ملايين موظف، هذا ما نقول، لكن يعني هذا علينا لا نعاقب الموظفين ايضا ونصرحهم، لكن علينا ان نجد بدائل لهذا الموضوع. بنيت الدوله العراقيه بشكل خاطئ، نعم نحن سياسيين حتى لو جئنا بعد الاحتلال، لكن لم نعتمد على فنيين واستشاريين في بناء هذه الدوله، يعتبر كل منا انه يفهم في كل شيء، والكثير منهم لا يفقه باي شيء. لذلك الوقت اليوم حقيقة كان مناسب بعد تدني أسعار النفط العالمية وكذلك وجود الإرهاب وداعش في العراق، فبالتالي علينا أن نضحي، يعني اليوم الجندي والشرطي وابن الحشد الشعبي وابن البيشمركة وابن العشائر يضحي بنفسه في قتال داعش، فأنت ليش ما تضحي في امتياز معين أو حتى بدرجتك الوظيفية ومنصبك من أجل إصلاح هذا الوضع السياسي؟ لذلك وجدنا الصيحات تعلو من هنا وهناك، وأنا قلتها وأقولها مرة ثانية أن العبادي راد من ورقة الإصلاح أن تكون حقيقة منفذ لتصحيح أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العراق، لكن سوف تستعمله الكتل السياسية هذه الورقة حلقة
أو, 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 أو ورقة ضغط على العبادي من أجل الإطاحة به، وأنا باعتقادي سوف لا يوفقون بذلك. علينا أن يكون لدينا نوع من نكران الذات، والعراق اليوم يمر بظروف حرجة واستثنائية، وما مر به العراق هو كان خطأ الساسة العراقيين الذين أنا منهم، يعني أنا لا أتكلم على شخص بذاتي حتى لا يكون الكلام شخصي، نحن جميعا كنا قد أخطأنا بإدارة هذه الدولة العراقية، كل من يتحمل مسؤوليته حسب الاختصاص وحسب مكانه وحسب ما كان موجود، ولذلك كنا تعلو أصواتنا في الشرقية وفي قنوات أخرى على هذا الملف الفساد وذلك التصرف الخاطئ وكذا. اليوم وصلنا هذه، لكن للأسف الشديد لحد هذه الساعة لا نستطيع أن نعترف بالخطأ، علينا أن نعترف بهذا الخطأ ومن ثم نصحح المسار، هذا واحد. اثنين، عندما نتكلم بالإعلام نقول نحن نضحي من أي شيء، اليوم الأب يضحي من أجل أولاده، فبالتالي العراق أكبر من كل شيء، أكبر من أبنائنا وأكبر من كل شيء، علينا أن نضحي من أجل العراق. اليوم تخرج من هذا المنصب أو تحرم من هذا الامتياز ومن هذا، فبالتالي علينا أن أقول هذه الفرصة هي فرصة كبيرة وثمينة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية، وأتمنى من كل أخوتي وأخواتي في العملية السياسية سواء كانوا في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو في المؤسسات الأخرى أن يسهلوا تنفيذ هذه الإصلاحات، وهي إنقاذ العراق التي سوف توفر مستقبل كبير إلى أبنائنا. ثم هذه بداية وهناك تتم للإصلاحات، لكن أيضا أنا أقول بصراحة أني أشك بشكل كبير بأنهم سوف يسمحون لهذه الإصلاحات أن تمرر لسببين، السبب الأول هي تتعارض مع مصالح البعض، والسبب الثاني أنهم لا يريدون للإعبادي أن يكون بطلا في مثل هذه المرحلة، فبالتالي ممكن أن يكون رمزا للمرحلة القادمة، وللأسف الشديد هذا ما أحلله شخصيا. طيب سيد بهاء، يعني ذكرت كلاما مهما، يعني كثير من السياسيين الذين جاءوا بعد عام 2003 لا يفقهون شيئا، يعني فسر لنا هذه الجملة، يعني إلى أي مدى هذه الجملة تشكل خطرا على العراق اليوم؟ يعني إذا كان السياسي الذي يقود هذا العراق لا يفقه شيئا في هذا الوضع الخطير، ما هو مصير العراق؟ يعني مو ما تشكل خطر، الخطر الذي وصل إلى العراق وكان بسبب هذه المسألة. نحن حقيقة لا نفرق ما بين مسألتين، علينا أن نفرق ما بين مسألة السياسي ومسألة الموظف. اليوم نحن يعني السياسي هو يعني ممارسة مجال معين في لحزب معين أو لجهة سياسية معينة، لكن هذا لا يعني أن أستحوذ على كل شيء. اليوم الدرجات الخاصة والوزراء وكثير من المناصب هي كانت لأسباب سياسية، هذا ما موجود بكثير من الدول. اليوم الوظيفة يعني اليوم أنا أتكلم لك بصراحة، اليوم أعطيني الدرجات الخاصة، أنا أتكلم لك بحدود 80% سوف تكون الدرجات الخاصة هي لموظفي لا يتجاوز عمرهم بالخدمة عن 5 إلى 10 سنوات، يعني أي بعد 2003، بينما الدرجة الخاصة سابقا أو في الدول بقية الدول لا يصل لها الموظف إلا أن يجتاز عقود عقدين أو 3 بالخدمة ومن ثم يصبح خبيرا حتى يكون في هذه الدرجة الخاصة، هذا واحد. المسألة الثانية، يعني اليوم احنا مثلا على 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 سبيل المثال عند كتابة الدستور العراقي، طبعا هذا ليس فيه تأشير للدستور، يعني أعطيك هذا المثل حتى يكون أقرب إلى المشاهد وإلكم. الدستور العراقي أنا كنت مقرر للجنة الدستور، وحقيقة أفتخر بهذا الدستور على الرغم من اللي لدي ملاحظات موجودة على الدستور كما لكم وللمشاهدين، لكن حقيقة الوقت الذي كان فيه إنقاذ للعراق، لولا الدستور لم تكن هناك انتخابات ولم يكن لتداول السلطة أن تأتي من المحتل إلى الجانب العراقي. لكن في كل دول العالم يكتب الدستور من قبل فقهاء قانون، إلا نحن في العراق كتبه السياسيين، 55 عضو في لجنة الدستور وأنا كنت منهم، وزعت على الكتل السياسية، وبالتالي حتى لو نستعين بخبير فبالتالي الخبير سوف لا يكون له صوت لأنه إحنا أصحاب القرار، وهكذا في بقية الدولة العراقية. يعني اليوم ملف الطاقة لماذا تدهور؟ لأنه من مسك أو من جاء بهذا الحقيقة لم يكن حقيقة ذو خبرة واختصاص، وكذلك الملفات الأخرى سواء كانت في الصناعة أو في الزراعة أو في أيضا في مجالس المحافظات حتى أن تأتي بالدولة. اليوم عندما تكون هناك المحاصصة
حقيقة موضوع هو الذي قتل في الدولة العراقية. أنا لا أقول للسياسي أن يكون لا يكون وزيرا، لا، أنا أدعي السياسي أن يكون وزيرا وأن يكون رئيس وزراء وأن يكون نائب رئيس وزراء، لكن الفنيين والمدراء والوكلاء يجب أن يكون. يعني أنا أعطيك مثل، وهذا المثل أكيد سمعت به وهو ينطبق على موجود في لما كانت يوغوسلافيا بعد أو قبل بعد تحريرها، كان هناك موضوع لما سئلت إثيوبيا أن أحد الوزراء كان عميلا لجهة دولية معينة يعمل ضد يوغوسلافيا، لكن لما حققوا معه كان عمله حقيقة هو أن يأتي بالرجل الغير مناسب في المكان الذي هو ليس من اختصاصه. هذه المهمة التي دمرت دولة كاملة، هذه كانت بعمل من دولة معادية لهذه الدولة. اليوم نحن من خربنا هذه الدولة عندما جئنا بكم كبير من أو جيش كبير من 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 من, من المفروض هم كفاءات وهم لا شيء، البعض منهم حقيقة لا يحمل شهادة اختصاص، وهذا ما وجدناه حقيقة. مدراء عامون بمسألة فنية حقيقة لم تكن له شهادة في هذا الاختصاص، لذلك عطلت الدولة العراقية. اليوم هذه فرصة للإصلاحات أن نعطي للسيد العبادي وللحكومة العراقية، وأتمنى لكل إخواني وأخواتي في مجلس النواب أن يعملوا بشكل واحد من أجل إنقاذ هذه الدولة العراقية. اليوم الكل يشتكي من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء إلى رئيس مجلس النواب وإلى أخواني وأخواتي الأعضاء وكذلك الوزراء، لكن علينا أن نبحث بسبب هذه المشكلة. اليوم نحن كلنا نقر بمشكلة، لكن نخشى أو نخاف أن نبحث بهذه المشكلة بسبب هذه المشكلة، لأن سبب هذه المشكلة سوف يمس أما مصالحنا الشخصية أو الحزبية أو الطائفية. لذلك علينا أن نكون رجال دولة بشكل حقيقي، وأن نفسر أسباب هذه المشكلة ونزيل هذه الأسباب ونعالجها حتى لو تضررت مصالحنا الخاصة أو الحزبية فيها. نعم سيد بهاء، لنتحدث عن نشاطاتك الشخصية أو عفوا السياسية، يعني ما هو دورك الآن في كتلة الأحرار؟ اليوم أنا مواطن عراقي سياسي، نعم ليس لي أي دور في كتلة الأحرار، لكن أنا في التيار الصدري، وقدري وأنا فرحان في هذا القدر أني ولدت عراقيا مسلما شيعيا صدريا، وبالتالي هذا انتمائي. لكن حقيقة لا يوجد لدي منصب أو درجة أو عمل في كتلة الأحرار، وهذا الموضوع كان بإرادتي وبشأني، وممكن أن يكون بالأيام القادمة أن يكون تطور من هذا العمل. نحن أيضا هذه المشكلة التي أو مشكلتين حقيقة في العراق هي كانت من 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 نتائج الاحتلال أو التجربة التي جاءت بعد الاحتلال. الأولى، يتصور السياسي لم يكن سياسيا إلا يكون في منصب أو عضو مجلس نواب أو وزارة أو كذا. السياسي ليس كهذا، السياسي ممكن أن يمارس عمله السياسي دون أن يأخذ درجة وظيفية أو درجة معينة، هذا واحد. اثنين، وهذا لا ينطبق عليه المسألة الثانية حتى أتكلم، لا يتصور البعض عليه. للأسف الشديد نحن لم نصنع قيادات في العراق. يعني نعم وجدنا سياسيين، والسبب بحجم هذا السياسي كل واحد من عندنا يقول أنا سياسي، لكن لم نوجد قائد في العراق. ولذلك المشاكل والأزمات عندما تحدث بالعراق لا يوجد هناك اسم أو عنوان كبير يجمع هؤلاء المختصمين أو يعني الجهات المتفرقة أن يجمعهم ومن ثم حل هذه المشكلة، أن يكون أبا للجميع. لذلك السياسة لدينا أما أن يكون لي عنوان عضو مجلس نواب أو أكون في، طبعا أنا حق الدستوري والقانوني وأيضا السياسي ومطلب إخواني وأخواتي في الأحرار أن أرجع عضو مجلس نواب، لكن أنا اليوم في هذا الفترة حقيقة أنا الذي رفضت أن أرجع أن أكون عضو مجلس النواب لأسباب كثيرة. أولا أن علي أن أراجع كل العمل السياسي، لكن أنا فخورا جدا بأن أكون في كتلة الأحرار، عملت خلال هذه السنوات، والجمهور ومسؤوليني وفي مقدمة سماحة السيد مقتدى الصدر عز الله هو من يقدر هذا الشيء. لكن في هذا الوقت حقيقة أنا ليس لدي
أي عمل مع إخواني، لدي بعض الأمور، نعم متواصل معهم لكن عمل رسمي لم يكن موجود، لكن متواصل معهم بشكل يومي إذا لم يكن بشكل أكثر من يومي أي لساعات. إخواني في الهيئة السياسية، في مكاتب التيار، كوادر التيار، متواصل بشكل كبير، لكن عمل تنظيمي، تعرفين التيار هو ليس حزب حتى يكون عمل تنظيمي، وإنما التنظيم فيه أن تكون في وظيفة أو مهمة، هذا حقيقة أنا الذي لا أرغب أن يكون في الوقت الحاضر، ممكن مستقبلا، لكن أنا ابن هذا التيار ولا أستطيع أن أخرج منه، وبالتالي إذا كان لدي أي عمل سياسي بالمفهوم العراقي وليس بالمفهوم السياسي العالمي، أي أن أكون في درجة أو في منصب أو كون، هذا لا يكون إلا عن طريق سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله. لا سيد بهاء، يعني في بعض المواقف تطلق تصريحات نارية وحادة، يعني ما السبب في ذلك؟ يعني ما الذي يجعلك في بعض المواقف تكون يعني في تصريحاتك هذه شديدا؟ هل مرتبط ذلك بوجودك داخل الحكومة أم أنها غير مرتبطة بذلك؟ يعني ما أعرف، أنا اللي معروف عني بس ما أعرف، يعني أني صريح في بعض الأمور، وبالتالي الصراحة هي تكون أكثر مما الصراحة التي سمعتها قبل قليل هي تكون حقيقة محرجة للبعض الآخر، وبالتالي تكون نارية حسب تصورك وتصور الآخرين، لكن وإن كانت نارية فبالتالي أنا لا أقصد بها شخص بعينها أو بذاتها أو بكتلة، كلهم أخواني وكلهم أخواتي، وأنا حقيقة يعني فرح بأني عملت معهم لفترة معينة كل الأحزاب والكتل السياسية، لكن الحق يجب أن يقال. طبعا بعض هذه التصريحات تعرف أنا أصرح تصريحات، وهذا العراق الجديد وهذه الديمقراطية، لكن هذه التصريحات هي كثير منها تكون شخصية، ممكن بعضها يتحمل الصحة أو البعض الآخر لا يتحمل، لذلك إذا لم يتحمل الصحة فبالتالي علي أن أتحمل مسؤولية الأخلاقية وصحح هذا الموقف. يعني أنت كنت رئيسا للجنة الطاقة الوزارية، يعني هل أنت راضي عن عقود المشاركة بالنفط؟ أنا أولا يعني عملت بلجنة الطاقة لمدة 3 أشهر، 28/4 كان الأمر الديواني، و 9/8 غادرنا الحكومة. طلعت على تفاصيل عمل لجنة الطاقة السابقة للسنوات السابقة حقيقة، وهو يعتبر سببا من الانتكاسة الاقتصادية التي وصل إلى العراق في الوقت الحاضر. طبعا هذا أنا لا أتهم به أحدا، ممكن أن يكون باجتهاد شخصي تصرف رئيس لجنة الطاقة أو أحد أعضاء السابقين، لكن هذا الاجتهاد حقيقة، وهذا ما نقوله ابتعدنا عن الفنيين وبالتالي ولم نأتي بالكفاءات. مرات لو هذه المسألة عرضت على فنيين، والفنيين أقصد به ليس فقط نفطيين وإنما فنيين اقتصاديين وماليين وقانونيين، لم تكن هذه العقود. لذلك هذه العقود ليس مثل ما يتصورها البعض، هي عقود خدمة، لا هي عقود مشاركة وأكثر من ذلك بكثير. اليوم نحن إذا كان البرميل النفط نبيعه ب40 دولار، فبالتالي خلي يعلم المواطن العراقي أن 20 دولار منه يروح للشركات الأجنبية العالمية، وهذا يستمر لمدة 7 سنوات، سنتين راحت بعد 5 سنوات ننتظر. لذلك اليوم حقيقة شغلتنا بالنفط ما تجيب حاجة مثل ما يقولون، وهذا كان بسبب السياسة التفردية والسياسة التي لم ننطلق عليها الأخصائيين ولا تجارب العالم الموجودة، وجدنا هذا. أشرت هذه الملاحظات ليس من قبلي فقط، حتى من قبل السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النفط نفسه الدكتور عادل عبد المهدي يسمعنا، لكن للأسف الشديد لا نستطيع أن نعمل شيء. هذه عقود قد وقعت، وهي لم توقع مع شخص وإنما مع الدولة العراقية، فعلينا أن نلتزم بها. لذلك كلف السيد عادل عبد المهدي من خلال لجنة الطاقة بأن يمارس بشكله باعتباره وزيرا للنفط بالتفاوض مع الشركات النفطية لتعديل بعضها. حقيقة واجه صعوبات كبيرة وكثيرة، لم يعدل منها إلا الشيء قليل. هؤلاء شركات عالمية كبيرة وتعاقدت وعملت بالعراق على الرغم من وجود تحديات كثيرة. لذلك ما علينا الآن إلا أن ندعم عقودنا مع هذه الشركات حتى لو كان ضررا يقع للعراق. يعني على سبيل المثال اليوم احنا ندفع بالسنة معدل قريب 20 مليار دولار لهذه الشركات 19 و 18، وبالتالي الانكم من النفط العراقي
هذا يعني بحدود 30%. طبعا انا اتكلم انك نص القيمه ياخذون بالحقول التي طوروها او الحقول التي وجدوها، لكن حقول عراقيه بحته لم تكن لشركات اجنبيه وصدر منها النفط العراقي وهي كثيره. لكن ما تعاقدنا معه بها حقيقه كان مجحفا كبيرا بحق العراق وجميع العراقيين، واحد الاسباب تدني الوضع المالي والمشاكل الاقتصاديه او الماليه الموجوده هي الشركات العالميه. نحن حقيقه علينا ان ندعم هذه الشركات في الوقت الحاضر، وعلينا ان نستفاد منها بعقود اخرى ممكن ان تغطي. هذا واحد. اثنين، بعض الشركات حقيقه لم تفي بالتزاماتها بالكامل، وبعضها قد وفت بالتزاماتها واكثر بكثير. يعني اليوم الغاز العراقي، الغاز العراقي هناك شركة عالمية كان المفروض أن تنتهي من العام الماضي وأن توزود العراق بالغاز الذي يكفي لإنتاج الطاقة الكهربائية على الأقل. بالتالي اليوم هي لم تعمل شيء، ونحن ندفع للجمهورية الإسلامية مع مقداره بمبلغ يتجاوز 2 مليار دولار بالسنة من أجل نجلب غاز إلى الكهرباء، وبالتالي هذه خسارة. أنا أقول لو هذه الشركة هي التي كان العراق أو الدولة العراقية سبب بخسارتها، لم تقم الدعاوى على العراق؟ وألم تقاضي العراق من أجل؟ لماذا نحن لم نسأل هذه الشركة؟ أو مجرد سؤال هذه الشركة هو عيب في مثل هذا الموضوع. لذلك حقيقة لم يكن هناك توازن بالمصالح ما بين هذه الشركات وما بين العقود التي كانت وقعتها جهات عراقية معينة. العقود بها غبن كبير، أنا حقيقة لا أستطيع أن أتكلم بتفاصيل، لكن تفاصيل كبيرة فيها غبن كبير. وأنا حقيقة لا أتهم أحد، لكن الاجتهاد الشخصي هو الذي أوصلنا هذا الأمر. يعني الأمر لم يكن سوء نية، لكن جاب لنا كارثة وكارثة كبيرة. وأقول أيضا حاول السيد رئيس الوزراء وحاولنا نحن وكذلك السيد وزير النفط بأن نعدل هذه العقود، حقيقة لم نستطع إلا بتعديلات بسيطة. وذلك مطالبة رئيس الوزراء ولجنة الطاقة ووزارة النطب والنفط بتعديل هذه العقود يعني أنها كانت مجحفة، فعلينا أن نعترف بذلك وليس عيب أن نقول هذا الموضوع. وهذا الذي بدأنا به بداية حديثنا بأن هناك حقيقة بسبب المحاصصة وعدم جلب الشخص المناسب للمكان المناسب الذي أوضعنا في هذا الأمر. جئنا في لجنة الطاقة خلال هذه الأشهر القصيرة ركزنا حقيقة على موضوع الكهرباء، وكانت هناك مشاريع المفروض أن تكون كبيرة، وكذلك في تطوير موضوع النفط وخاصة التصدير، أي إيجاد ممرات للتصدير وكذلك التخزين. يعني المشكلة بالنفط، يعني أنا أعطيك مثال، يعني طريقة يعني وضع أسعار النفط في العراق سيد بهاء، يعني هل هي صحيحة؟ اليوم الشركة النفطية تحاسب، يعني لماذا النفط العراقي يباع أقل بثمانية إلى عشر دولارات من أسعار النفط العالمية؟ لماذا؟ يعني مو هذا الفرق، الفرق هو حقيقة يكون من 4 إلى 7 دولار. هناك سببين، السبب الأول هو بعض حقول النفط العراقي، يعني نفط كركوك غير نفط البصرة، وبصرة الثقيل غير الخفيف. لكن وهذا أقولها لأول مرة ممكن أن تخرج للإعلام عن طريق أن بعض الشركات النفطية تمارس الغش، أي تحقن المياه بالنفط، وهذا سبب لتراجع كثير من الشركات بأن يكون النفط العراقي مقبول. هذا واحد. طبعا هذا بالنسبة قليلة ليس بكبير، حتى لا أبالغ بالموضوع، لكن هذا ما موجود. ولذلك تجد أن عندنا مشاكل أيضا في وزارة الكهرباء بسبب هذه الحالة، لأن بعض المولدات التي تعمل على النفط الخام يكون بها ماء بنسبة كبيرة، ثم يؤدي إلى خلل في هذه المولدات والمكائن. وقد جاء وزير الكهرباء أو بعض المفنيين بالكهرباء بالتكلسات الموجودة داخل هذه هذا كلام حقيقة يطول شرحه. لكن أنا الذي أريد أن أقوله في هذه المسألة بالذات، هذه العقود حقيقة وإن كانت معلنة للجمهور العراقي وأطلق عليها جولات تراخيص الأولى والثانية والثالثة، لكن هذا الإعلان جاء بالتفاوض بالأمور العامة وكذلك بتوقيع العقد. لكن أعطيني المسؤولين العراقيين من رئيس مجلس النواب إلى رئيس لجنة الطاقة في البرلمان إلى غيرهم أن اطلعوا على هذه العقود التي وقعت. حقيقة العقود هذه التي وقعت يعني من الأسباب التي حقيقة لا يمكن استخدامها عالميا. ليس من المعقول
أنت اليوم عندما تأتي بشركة استشارية تعمل لصالح الحكومة العراقية، المفروض هذه الشركة يكون لها استقلالية، لأنها راح تكون تعملها هذه الشركة الاستشارية. بعد فترة أخذت عقد من هذه العقود، فبالتالي فقدت استقلالية. هذه أكيد عندما تكون الحكم والخصم في آن واحد، أو تكون يعني مثل طرفين في آن واحد، سوف تجلب المصلحة إلى طرفها، وهذا كان أيضا فيه غبن إلى الجانب العراقي. أنا أقول على الأخوان الذين كانوا سببا في وجود هذه العقود أن يعترفوا بهذه المسألة، وأن يعملوا في كيفية تصحيح هذا الموقف، لأنه هناك خطأ، أخطاء كثيرة ارتكبت، لكن مثل هذه الأخطاء هي التي كانت سبب رئيسي في تدني الوضع المالي، وممكن أن ندفع ثمن أكبر بذلك بكبير. اليوم المسألة التي حقيقة فاتني أذكر عليها، اليوم هذه الشركات تحاسب الجانب العراقي أو الحكومة العراقية أو وزارة النفط على الإنتاج وليس على التصدير. يعني ذهبنا بتوسيع الإنتاج لكن التصدير ما لقينا حل. كما تعرفون المناخ العراقي وخاصة من مناطق التصدير دائما يكون يعني المناخ غير جيد، فبالتالي تعطل السفن متأخر. لم يكن لدينا خزانات نفط حتى نخزن النفط في اليوم الذي يكون فيه المناخ غير جيد أو باد وذر كما يقال، فبالتالي علينا أن نخزن فيه. لذلك في بعض الأحيان ينتج النفط وما يصدر، أو لم ينتج لكن هذه الشركة تحاسبك على مقدرتها الإنتاجية، وبالتالي العراق هو خسر يوم تصدير إضافة إلى دفع لهذه الشركة نصف ثمن النفط. اليوم عندما جئنا في لجنة الطاقة يعني ركزنا على مسائل مهمة. الأولى هي بناء هذه الخزانات، وكان دور كبير لسيد وزير النفط عادل عبد المهدي، يذكرون الرجل علينا أن نذكره، كان لديه دور كبير وعمل ميداني. بعد أن اتخذت لجنة الطاقة هذا القرار وأصلحنا كثير من هذه الخزانات وأنشأنا خزانات جديدة. لذلك اليوم عندما تقول، وهذه معلومة أيضا لأول مرة تظهر بالإعلان، عندما تقول هناك زيادة في الإنتاج العراقي، حقيقة أنا أقول لك إياها ومسؤول عن كلامي، لم تكن هناك زيادة بالإنتاج العراقي. لم يزيد الإنتاج العراقي النفطي إلا بمقدار كلش ضئيل، مو هذا الموجود بالتصدير، لكن الذي كان هو بنائنا هذه الخزانات. لذلك اليوم الذي يكون فيه باد وذر قمنا، هذا مو من طلعه أو الرجعة، لا نخزنا ونعوض بعد أن يكون المناخ جيد ونصدر في هذا الموضوع. وهذا بحد ذاته يكون إنجاز للجنة الطاقة خلال هذه الأشهر القصيرة وللسيد وزير النفط. وكذلك كنا نعمل بجدية على توسيع موضوع أو فتح منافذ أخرى لتصدير النفط، كما تعرفون المنطقة غير مستقرة وغير آمنة، وبالتالي مشاكل كبيرة. لذلك كنا جديين مع فتح الأنبوب النفطي مع الأخوان الأردنيين، وغيرنا مسار الأنبوب بسبب وجود داعش، مررناه على محافظة النجف ومن ثم يمر على الحدود العراقية السعودية، والجانب الأردني هو الذي تكفل بأن يكون هناك حقيقة يأخذ الموافقات من الجانب السعودي. وأيضا كان لدينا النية في أن نفاتح الأخوان في السعودية ونفتح المنفذ. البعض هسه يقول إن شو يوديك للسعودية، لا نروح للسعودية، لأنه الأنبوب اللي موجود بالسعودية هو أنبوب عراقي، اليوم السعودية متجاوزة عليه وتتعامل به، علينا أن نرجع هذا الأنبوب وأيضا أن يكون منفذ. هذا واحد. اثنين، المسألة اللجنة الطاقة كان فيها فكرة معينة دانشنا فيها مع السيد رئيس الوزراء ومع بعض أعضاء اللجنة الطاقة وليس جميعهم. أنا أتكلم لك بصراحة، هذه دول المنطقة وخاصة الجيران، تركيا على الأردن على إيران على الكويت على السعودية، إذا لم تكن لها مصالح في العراق سوف لا تحمي العراق. اليوم عندما يعبر إرهابي، طبعا لا أتهم الحكومة السعودية، أكيد هناك إرهابيين من السعودية يعبرون بشكل شخصي أو خاص مو مؤسسات الدولة، أو يأتي حتى من الأردن أو من إيران أو من تركيا، ولا أتهمهم أحد منهم، قلت لك يأتي بشكل شخصي. لكن هذه الدول لو كانت لها مصالح في العراق فبالتالي هي التي سوف تحمي حدودنا حتى لا تتضرر المصالح عندما يكون هناك عمل إرهابي أو تفجير أو غيره. لذلك هذه فكرة كانت لجنة الطاقة بأن تنفتح على السعودية العربية وتنفتح على الكويت وتنفتح على التركية، ولا تنفتح على جهة واحدة تكون هي حقيقة محل الدخول والخروج لكل شيء. وهذا حقيقة بدأنا فيها، فاتحنا الإخوان الكويتيين وكان لديهم استعداد كبير، وأرسلنا برسالة إلى بعض دول الخليج وفي مقدمة السعودية في مثل هذا الأمر،
الأمر الوضع بالسعودية لم يكن سهل، لكن لم يكن هناك رفض، فعلينا أن نستمر. وبالتالي أنا أقول موضوع الطاقة هو ليس موضوع أن يأتيك بمال فقط، وإنما ممكن أن يأتيك بأمن. اليوم إذا كانت هناك شركات سعودية تعمل وشركات تركية تعمل وشركات كويتية تعمل وإيرانية تعمل، هي هذه الدول سوف تحرس العراق كون حتى لا تتضرر مصالحها واستثماراتها في العراق. هذه الحقيقة السياسة الاستثمارية البائسة التي مرت خلال السنوات السابقة، شعارات وإعلانات كبيرة سمعنا عنها، لكن لم تكن هناك خطط واقعية، لم يكن هناك مشاريع إلا على عدد الأصابع، وأغلبها لم تكتمل، وحتى التي اكتملت منها لم تضاهي المبالغ التي وقعت العقود فيها. نعم، السيد بهاء العرجي النائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل، كنت معنا ضيفا في هذا الحصاد، نشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. شن تنظيم ما يعرف بتنظيم داعش أعنف هجوم له منذ أشهر على القوات العراقية المتمركزة شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. مصادر عسكرية عراقية قالت إن التنظيم شن هجوما بواسطة 17 مركبة مفخخة و20 انتحاريا يرتدون أحزمة ناسفة، مستهدفين قوات جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة البوشلير غرب مدينة الرمادي، إلا أن قوات مكافحة الإرهاب ردت الهجوم بمساندة طيران الجيش. في هذه الأثناء أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية قتل 12 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير 3 أكداس للعتاد وحقل ألغام بواسطة مدفعية الفرقة السابعة في قريتي الدولاب والجابرية وناحية البغدادي غرب الأنبار. وتتعرض ناحية عمرية الفلوجة في محافظة الأنبار إلى قصف يومي، يقول مسؤولون إنه خلف عشرات الضحايا من المدنيين. وطالب رئيس مجلس ناحية العمرية القيادات الأمنية والحكومة المركزية بالتحرك الفوري وتحرير المناطق القريبة من الناحية وإبعاد الخطر عنها. لا يخفى على الجميع أن اليوم الوضع الأمني في عمرية الفلوجة، هناك قصف متواصل من قبل تنظيمات داعش الإرهابية على المدينة وتحديدا على المجمع السكني الذي يقطنه أكثر من 50,000 ساكن، أغلب هذه العوائل من العوائل النازحة التي نزحت من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. اليوم المدينة تتعرض بشكل يومي إلى قصف من قبل هذه التنظيمات من مناطق المجاورة وتحديدا مناطق زوبع عبر نهر فرات ومناطق الحصي المجاورة لعامرية الفلوجة باتجاه قضاء الفلوجة. لكن رغم المناشدات ورغم المطالبات العديدة التي تقدمنا بها إلى رئاسة الوزراء وإلى وزارة الدفاع وإلى قيادة عمليات بغداد من أجل تحرك عمليات بغداد من أجل تطهير هذه المناطق، لكن لم تكن هناك استجابة للطلبات التي تقدمنا بها. اليوم نزيف الدم لم يتوقف في عملية الفلوجة بسبب هذا القصف الذي يطال العوائل الآمنة وتحديدا النساء والأطفال والمدارس التي الآن باشرت بالدوام. كان آخرها قبل يومين سقطت عدة قذائف على المجمع السكني في عملية الفلوجة مما أدى إلى استشهاد العديد من النساء والأطفال. نطالب من خلال قناة الشرقية، نطالب قيادة عمليات بغداد ووزارة الدفاع من أجل التحرك بإنهاء تدخل تنظيمات داعش الإرهابية في مناطق زوبع وتحديدا مناطق البعرسان المجاور لعامرية الفلوجة وتطهيرها أسوة بالمناطق التي تم تحريرها في محافظة الأنبار وفي محافظة صلاح الدين. ما نقدر نطلع زين، حتى أنا عندي موعد يم الطبيب لغيته لأنه ما أقدر أطلع. هسه أنا صار شهرين مقدمة طلب على موافقة قائد عمليات بغداد، لأنه هو يعني بموافقته إجى يعني أمر رفع الصبات. شنو اللي يتغير؟ هو أمر عسكري، شنو اللي يتغير ورجعوها خلال 3 أيام الصبات؟ حصادنا مستمر وفيه نتابع. العبادي تعهد بعدم الطلب من روسيا شن غارات جوية على مواقع داعش في العراق، يقول دينفورد في أول زيارة له إلى العراق.
محافظة صلاح الدين، هل ستشهد سلسلة استهدافات سياسية بعد حراك مكثف لتغيير شكل الحكومة المحلية؟ الشرقية نيوز، في سلسلة تقارير عن العشوائيات في بغداد، الفقر وسوء الإدارة يدمران بنية بغداد. أكدت مصادر أمنية في قضاء بيج شمالي صلاح الدين أن القوات الأمنية استعادت نحو 90% من مركز القضاء من سيطرة تنظيم ما يعرف بداعش بعد أحكام السيطرة الكاملة على المصفات النفطية. ونقل مراسلون عن تلك المصادر قولها أن أحياء البجوار والسد وتل الزعتر ما زالت تشهد أعمال قنص من قبل عناصر متبقين من داعش. كما نقلت عن المصادر قولها أن ميليشيات وافدة إلى القضاء فجرت 8 جوامع بقرار اتخذته من تلقاء نفسها ومن دون مشاورة الجهات الحكومية، مضيفة أن عمليات التفجير شملت جامع الحمزة بن عبد المطلب في قرية البطومة وجامع الإمام علي بن أبي طالب في قرية المالحة وجامع النور الكبير في ناحية الصينية وجامع الفتاح الرئاسي في مركز قضاء بيجي وجامع سيد عبد الله النامس في قرية الشط وجامع الحميد المجيد في حي الرسالة وجامع الكبير في المجمع السكني التابع لمصفى بيجي وجامع 600 في حي 600 دار. أكد رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الأعرجي أن العملية العسكرية في بيجي تمت بإدارة وتخطيط عراقي وأن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه العملية. الأعرجي قال لبرنامج الخلاصة الذي يعرض كل يوم 3 بعد 9 مساء أن الحكومة العراقية استعانت بمعلومات من خلية التحالف الرباعي، كما أن المستشارين الإيرانيين كانوا حاضرين في عملية استعادة السيطرة على بيجي. معركة بيجي كانت عراقية خالصة بالتخطيط وبالإدارة وبالقيادة وفي كل شيء. القائد العام للقوات المسلحة هو من اجتمع بالقيادات جميعا وهو من أصدر الأمر، والجميع ذهب ونفذ كل حسب واجبه بالاستطلاع والاستحضار والتهيئ وتحشيد القطاعات العسكرية وإعلان ساعة الصفر بالتأكيد بعلم وبأمر القائد العام للقوات المسلحة، ولا يوجد أي تدخل أجنبي لا من التحالف الدولي ولا من التحالف الرباعي. نعم الحكومة العراقية قد تستفيد بالمعلومات من التحالف الرباعي وهو على نطاق التحالف الرباعي على نطاق التنسيق المعلوماتي والاستخباري وليس من خلال ضربات جوية، وقام الطيران العراقي بكل الطلعات الجوية والضربات الجوية التي غطت سماء المعركة. ومن مفاخر هذه المعركة أنها تمت بقرار عراقي وبأيدي عراقية خالصة. ألم يكن للجانب الإيراني دور ولو بالنسبة ضئيلة في معركة بيجي؟ نعم كمستشارين موجودين وبطلب الحكومة العراقية وعدد قليل جدا، ولكن لا يوجد مقاتل يحمل بندقية قاتل مع القوات العراقية والحشد والحشد العشائري وكذلك شرطة الاتحادية سوى العراقيين. أما كمستشارين الآن لدينا في العراق أكثر من 5000 مستشار أمريكي، ماذا قدموا لنا أما وجود بضعة مستشارين وبطلب من الحكومة العراقية مستشارين إيرانيين؟ أعتقد هذا يدعم جهود المعركة وهم يقدمون استشارة للقيادات الأمنية وليس للمقاتلين. أهلا بكم من جديد، وينضم معنا الآن السيد محمد نوري العبد ربا النائب عن محافظة نينوى. أهلا بك سيد محمد. في البداية وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أكد أن الخلية الاستخبارية الرباعية لن ترقى إلى مستوى التحالف العسكري، هل يعتبر ذلك مطمئنا لكم خصوصا مع تخوف اتحاد القوى الدخول في التحالف الرباعي؟ تفضل. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الشرقية الكرام. حقيقة اليوم احنا في حرب مع داعش، نرحب بكل من يقوم بقتال داعش مع العراقيين، لكن قد يكون هناك تحفظ من قبل تحالف القوى العراقية تحديدا على هذا التحالف الأخير، لأنه حتى الحكومة لم تقدم لنا ورقة بخصوص هذا التحالف، ما هي أعمال هذا التحالف، الإجراءات التي تشكل منها التحالف، هل هناك انضمام لدول أخرى لهذا التحالف؟ لذلك نحن قد تحفظنا على هذا الموضوع بسبب أن الحكومة نفسها لم تقدم هذه الورقة ولم
تعلم الكتل السياسية بمضمون هذا التحالف. الأخ الوزير خالد العبيدي عندما صرح هذا التصريح أعتقد هذا نوع من الاطمئنان، لكن نحن نخشى من أن يكون هناك صراع أمريكي روسي على الأرض العراقية، هذا ما نخشاه. اليوم هناك قوة عظمى أمريكية موجودة على الساحة الدولية، وأنا أعتقد أنه دخول روسيا هو أيضا لمصالح ومطامع في سوريا. لا نريد أن يكون العراق بوابة لحل مشاكل دول أخرى، نحن نريد أن يكون الحل العراقي هو عراقيا بالتعاون مع الدول الأخرى. ليس هناك ممانعة أن يكون هناك تعاون روسي عراقي، لكن لدينا الممانعة والخشية من أن يكون هناك صراع أمريكي روسي على الأرض العراقية، وقد تكون هناك حرب مستقبلية ما بين الروس والأمريكان، وهذا ما يخشاه العراقيين وحتى تخشاه دول المنطقة بشكل عام. لذلك لم تكن رؤية واضحة حتى أمام الحكومة العراقية. يعني نحن طالبنا بأكثر من مرة من الحكومة العراقية أن ترسل لنا ما هي العلاقة في هذا التحالف، ما هو الدور العراقي، ما هو الدور الروسي، ما هو الدور الإيراني والسوري والدول التي ستنضم إلى هذا التحالف. حقيقة هذا التحالف بشكل عام مبهم لحد الآن حتى أمام الحكومة العراقية. وأعتقد اليوم حسب ما سمعت بالتقرير أنه رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد بعدم طلب من روسيا أن تقوم بتنفيذ ضربات جوية. طيب نحن نسأل الدكتور حيدر العبادي، هل هناك معلومات كافية عن هذا التحالف حتى لديه هو كرئيس وزراء؟ أنا أعتقد حتى رئيس الوزراء هو لا يستطيع أن يتكلم بكل صراحة أمام الشعب العراقي ويقول نعم هذا التحالف تحالف دولي من مصلحة العراق. سيد محمد، يعني ولكن يعني هذه الخلية الاستخبارية، يعني كوجهة نظر تم الاستفادة من هذه المعلومات في معارك بيجي، يعني كما يقول رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الأعرجي، يعني هناك استعانة بهذه المعلومات، هناك مناطق تحرر من خلال الاستفادة من هذه المعلومات، لما لا يعني لما لا تستفيدون إذن؟ لما تتخوفون من هذه الخلية ومن مستقبل هذه الخلية؟ أخي العزيز، نحن لا نقاطع أن تكون هناك معلومات وهناك حتى حرب إذا وصلت الأمور إلى الحرب، لكن على أن لا تكون هذه الحرب بين دولتين على الساحة العراقية. يعني الجميع يعلم أن أمريكا تعارض التدخل الروسي في سوريا، الجميع يعلم أن روسيا تعارض التدخل الأمريكي في سوريا. هذه الصراعات اللي موجودة بين الدول، لا نريد أن نحن كعراقيين أن ندفع ثمن هذا الموضوع. نريد أن تصفي هذه الدول حساباتها خارج الأطر العراقية. أما نحن كعراقيين نرحب ونطالب بكل من يحارب داعش كحرب حقيقية لا كحرب مصلحية مستقبلية. نحن نرحب بالمعلومات ونرحب بالقتال ضد داعش، لكن لا نريد أن تكون هناك تصفيات لحسابات بين هذه الدول على أساس مصالحهم الخاصة على الأرض العراقية. لذلك يجب أن تكون هناك الاتفاقية واضحة بين حتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا. نحن لا نريد أن نكون ساحة تصفية حسابات لهذه الدول أو ممر أو يكون العراق ممر لإنقاذ بشار الأسد أو بقاء بشار الأسد. هذا الموضوع إحنا ما يهمنا، يهمنا أن العراقيين كيف يقاتلون داعش. نطلب من الدول أن تساعدنا في قتال داعش، لكن دون مصالح خاصة لهذه الدول. أما اليوم عندما تكون تشابك للمصالح الأمريكية والروسية في العراق سيخلق لنا أزمة جديدة. نحن نقول يجب أن تكون الحكومة العراقية واضحة أمام الأمريكان وأمام الروس، أن تبين وجهة نظرها. نعم نحن بحاجة إلى تحالف، نحن بحاجة إلى معلومات استخباراتية، نحن بحاجة إلى أسلحة، كل هذا الموضوع نحن متفقين عليه. لكن أن نخلق أزمة اليوم في العراق بسبب التحالفات الجديدة، أنا أعتقد الأمور تأخذ بغير اتجاه. وأنا أسألك سؤال، قسم من الكتل السياسية اليوم حصل انشقاق بين الكتل السياسية، هناك من كتل تؤيد هذه التحالفات وكتل تتحفظ على هذه التحالفات وكتل لحد الآن ساكتة. يعني التحالف الكردستاني لحد الآن لم يعلن رسميا عن موقفه من هذا التحالف اللي موجود. تحالف القوى قد قدم تحفظه. حتى في داخل التحالف الوطني هناك من الكتل السياسية الموجودة في التحالف الوطني تتحفظ وتقول ليس لدينا أي معلومات. السيد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عندما سئل عن هذا التحالف الجديد قال لا توجد لدي أي معلومات عن هذا التحالف. إذن الحكومة نفسها قد يكون هناك مفاصل كثيرة في هذه الحكومة لا يعلم ما هو عمل هذا التحالف، هل هو استخباراتي فقط؟ محمد، لماذا هو لا يكون هناك تفاهم بين الكتل حول التحالف الرباعي؟ عفوا إذا أمكن أعيد السؤال لأن ما سمعت. كنت قد سألتك عن لماذا لا يوجد تفاهم بين الكتل السياسية حول التحالف الرباعي؟
يعني حقيقة نتكلم بكل صراحة، هناك من يتخوف بالقول أن التحالف هذا يضم إيران ويضم سوريا ويضم العراق ويضم روسيا. مثلا يتكلمون لماذا لا يضم دول عربية أخرى مثلا الإمارات، السعودية، الدول الأخرى، لماذا لم ينضم هذا التحالف إلى التحالف القديم إذا كانت هي النية في محاربة داعش؟ لماذا لا يكون هناك تحالف واحد يضم جميع الدول ويقوم بمحاربة داعش؟ لماذا يكون هناك خط مثلا من هذا التحالف تحديدا الدول اللي ذكرتها وقد ينضم إليه حزب الله؟ هناك تحفظ حقيقة، يعني نتكلم بكل صراحة أنه هذا التحالف سيسند طائفة معينة والتحالف الآخر سيسند طائفة معينة، ولذلك قد يؤدي هذا التحالف إلى شرخ الشارع العراقي. لذلك نحن نتمنى من الحكومة العراقية أن تكون واضحة في تعاملها مع التحالفين، تتعامل مع من يخدم العراق، مع من يحارب داعش معها، لا مع من لديه مصالح. حتى الأمريكان هم لديهم مصالح، والروس عندما قدموا ليحافظوا على مصالحهم في سوريا، يعني الروس عندما أتوا إلى 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 التحالف أو أرادوا أن يحاربوا داعش لديهم مصالح استراتيجية في سوريا، الأمريكان لديهم مصالح استراتيجية في العراق، كل هذه الدول تتضارب مصلحتها. لكن نحن لا نقبل أن يكون العراق ساحة لهذه التصفيات. لذلك قسم من الكتل تتحفظ أنه هذا التحالف قد يكون لطائفة معينة وهذا التحالف يدعم طائفة معينة. نعم السيد محمد نور العبد ربة النائب عن محافظة نينوى كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لو سمحتي فموضوع في نصف دقيقة إذا سمحتي. تفضل سيد محمد. تفضل. شكرا لكم. فقط يعني احب ان انبه اهلنا الشعب العراقي، هناك عمليه ان شاء الله نقل للعراقيين الموجودين النازحين الى تركيا من اهالي محافظه نينوى او صلاح الدين او الانبار. كل من لديه الرغبه في العوده الى تركيا ستكون هناك خليه ان شاء الله تقوم بنقل الطلبه والاساتذه والموظفين الذين فروا من عصابات داعش وتوجهوا الى تركيا ولا توجد لديهم بطاقات أو جوازات مرور. إن شاء الله سنكون يوم غد مجموعة من الأشخاص في تركيا لغرض جلبهم، كل من يرغب بهذا الموضوع التوجه إلى السفارة العراقية في تركيا. شكرا لكم. نعم شكرا السيد محمد نور العبد ربة عضو اتحاد القوى ونائب عن محافظة نينوى وكنت معنا، شكرا جزيلا. لا 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 لا. لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار راسلونا على rai@الشرقية.com. شهدت محافظة صلاح الدين سلسلة استهدافات سياسية بعد حراك مكثف لتغيير شكل الحكومة المحلية، كان آخرها تهديدات لعدد من أعضاء مجلس المحافظة واعتقال عضو آخر بعد صدور مذكرة قبض ضده وتفجير منزل عضو آخر بهدف إفشال نصاب الكتلة التي حاولت إجراء التغيير. في غضون ذلك يواجه محافظ صلاح الدين رائد الجبور اتهامات بالتقصير في إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة وبوجود حالات فساد كبيرة في إدارة المحافظة. التفاصيل في تقرير عبد السميع عزاوي. منذ أسابيع عدة ومحافظة صلاح الدين تشهد حراكا سياسيا مكثفا لتغيير شكل الحكومة المحلية، هذا الحراك أفرز تهديدات لعدد من أعضاء مجلس المحافظة واعتقال عضو آخر بعد صدور مذكرة قبض بحقه وتفجير منزل أحد أعضاء المجلس، وكل هؤلاء ينتمون لكتلة حاولت التغيير المذكور. يعني الغريب أنه للأسف وصل بنا الحال في محافظة صلاح الدين أن تقوم يعني شخصيات سياسية بسبب سعينا واعتقادنا بأن يعني تغيير في حكومة المحافظة، التغيير بحكومة المحافظة يؤدي إلى هكذا أن يستهدف عضو مجلس محافظة، أكثر عضو مضحي، فجرت بيوته، سلبت أمواله، نص عائلته قتلها الإرهاب، أن يستهدف بحجة أربع إرهاب ويجلد بهذا الادعاء الباطل. ولكن الحمد لله ظهر الحق، وأنا يعني أطالب مجلس القضاء الأعلى بأن يكشف من هي الجهة السياسية، أن يكون تحقيق مع هؤلاء الذين قالوا جهة سياسية دفعتنا لكي نعرف من هي الجهة السياسية التي دفعتهم وما هي الأسباب. أوساط أكاديمية ومحلية حذرت من تداعيات الصراع وأكدت أن الأولوية لتحرير مدن المحافظة ومساعدة النازحين، مؤكدة أن التوقيت غير مناسب لهذه الصراعات.
مؤكد ان يعني الحراك السياسي الان في هذا الوقت فيه خطوره كبيره لا سيما على ملف الخدمات يعني، واضافه الى انه يعني حقيقه هو لا يعني غير قائم بطريقه معلنه كما نقول، وانما بطريقه سريه وبطريقه الكانتونات الشخصيه. لذلك اجد انه الحراك الان ينطوي على عده محاذير وله نتائج سلبيه اعتقد. وكانت المحافظة قد شهدت تغييرا في منصب المحافظ إثر فوز أحمد عبد الله عبد بعضوية البرلمان وانتخاب رائد الجبور محافظا بأغلبية الأصوات، وهي أحداث تلت سقوط تكريت مركز المحافظة بالتنظيم داعش. للشرقية نيوز عبد السميع الزاوي صلاح الدين. حول هذا الموضوع نرحب بعضو مجلس محافظة صلاح الدين السيد أحمد ناظم. سيد أحمد مرحبا بك في حصاد الليلة. أهلا وسهلا حياكم الله. أهلا بك. بداية سيد أحمد، يعني هذه الاستهدافات السياسية التي يعني تشهدها محافظة صلاح الدين، من يقف خلفها؟ يعني ما هو الهدف منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أوجه تحيتي إلى قناة الشرقية وإلى مشاهدي قناة الشرقية الكرام. الاستهدافات السياسية بدأت في هذا الشهر تحديدا عندما بدأت كتلة في محافظة صلاح الدين قوامها 15 من 29 لديها نصاب لغرض إجراء تغييرات إدارية في محافظة صلاح الدين، وذلك بوجود أسباب قانونية تستدعي التغيير، إضافة إلى عدم قناعة هؤلاء الأعضاء بالأداء الآن في مجلس محافظة صلاح الدين وفي محافظة صلاح الدين. تم تحديد استجواب للسيد رئيس مجلس المحافظة في يوم الاثنين، كان يصادف 12/10 نعم، وتم توجيه كتاب الاستجواب له وحددت يوم الاثنين. وفي يوم الخميس بعد وصول مذكرة الاستجواب إلى السيد رئيس المجلس، أنا فوجئت، كنت في أربيل، كنت في بغداد وذهبت إلى أربيل، وصدرت في الإعلام شاهدت صدور مذكرة اعتقال بحقي. وعند التحري تبين بأن شخص قدم دعوة قضائية ضدي وأتى بثلاثة شهود. في يوم الأحد من الطبيعي أنا ذهبت إلى مزاولة عملي في بغداد وفوجئت في المطار، طبعا المذكرة لم تكن موجودة في حاسبة المطار وإنما كانت محمولة على شكل ورقة مستنسخة لدى كل الجهات. وعند وصولي أنا كنت أعلم بهذه المذكرة وذهبت الأجهزة الأمنية الموجودة هناك قالوا تفضل معنا، وذهبت معهم، وأنا أصلا ذهبت إلى بغداد لغرض مواجهة هذه المذكرة. بعدها تم احتجازي لدى جهاز الأمن الوطني في مطار بغداد، وحقيقة هذا الجهاز أوجه شكري له لأنه جهاز محترف بكافة منتسبيه. بقيت لديهم 4 أيام وتم تحويلي إلى مركز شرطة المطار، وبعدها ذهبت إلى المحكمة. ولكن قبل أن أذهب إلى المحكمة أتى هؤلاء الشهود بعد اتصالات بأقاربي من تلقاء أنفسهم، لأن التهمة التي نسبوها لي في العام الماضي وادعوا حادثة كنت في ذلك الوقت خارج البلد، لم أكن موجود في العراق وجوازي يثبت ذلك. بعدها قالوا نحن دفعتنا جهة سياسية لغرض أن يعني نوجه تهمة لك، ونحن سنذهب إلى المحكمة. وبالفعل ذهب المشتكي إلى المحكمة وقال إن ادعائي كاذب، وذهب الشهود ثلاثتهم وقالوا إن شهادتنا كاذبة وشهدوا بالحقيقة التي هي أنه الأستاذ أحمد ليس له علاقة وهو من عائلة مضحية. أنا قدمت 4 شهداء في عام 2014 من عائلتي فقط، وذهبت داري وسلبت أموالي، والقاضي أصدر قراره بغلق الدعوة والإفراج عني وأودع الشهود والمشتكي أودعهم السجن. الغريب أنه في نفس اليوم الذي أنا كتلتنا تعدادها 15 عضو، يعني عضو واحد يخل النصاب يوم الاثنين إذا ما حضر، في نفس اليوم في يوم الخميس ليلاً في الواحدة ليلا يعني الخميس على الجمعة تم تفجير بيت عضو مجلس دار عضو مجلس محافظة آخر وهي السيدة العلوية منار عبد المطلب، تم تفجير دارها. ووصلت تهديدات من أرقام كما أبلغني أعضاء مجلس المحافظة إلى أعضاء في المجلس من كتلتنا أن فلان تم اعتقاله وفلان وأنتم وأنت يعني جايك السرى مثل ما يقولون بالعامية. كل هذا الاستهداف حصل بعد أن بدأنا بعملية تغيير للمحافظة، ونحن في المحافظة، وأنا أوجه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء عبر قناة الشرقية بأن يعني يوفر لنا جزء من وقته لغرض مقابلته. نحن لدينا كثير من الأمور التي يشيب لها الرأس
وكلامنا مدعوم بأدلة، نحن لا نتهم الناس جزافا، كلامنا مدعوم بأدلة، ندعو السيد رئيس الوزراء أن يقابلنا لكي نسلم له. لأننا الآن أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين نشعر بخطر على حياتنا وعلى أهلنا، وقد نستقيل وقد نعلق عضويتنا أو نستقيل، لأن يعني في يوم واحد يعتقل عضو بتهمة كيدية ويعترف المشتكي والشهود أنهم دفعوا من جهة سياسية لغرض أنه تصدر مذكرة حتى ما أحضر الاجتماع، ويفجر بيت عضو مجلس محافظة آخر. سيد أحمد، من يقف وراء هذه الاستهدافات؟ لا نعرف، يعني هذا المشتكي قال أن جهة سياسية دفعتني ووعدني أنه سيخبرني بهذه الجهة، ولكن يعني لم يخبرني، يعني فقط أنه جميع هذه الاستهدافات بعد شروعنا بعملية يعني تغيير إداري في المحافظة ومجلس المحافظة لعدم قناعتنا بأداء الموجود. الآن محافظة صلاح الدين مختزلة بشخص، لا يوجد أين نواب المحافظ، أين معاوني المحافظ، أين مستشاري المحافظ، أين مدراء الدوائر في المحافظة، أين دوائر المحافظة، ماذا قدموا للنازحين؟ هناك نازحين في أربيل، في كركوك، في بغداد، هل فتحت ممثليات تتبع للمحافظة في مخيمات النازحين؟ عندما أذهب إلى أنا من ناحية يثرب، عندما أذهب إلى مخيم فيه 20,000 نسمة من هذه الناحية في السليمانية، ويخبرني أحد الشيوخ الذي بيته والله العظيم أكثر من دونم بيته، يخبرني بأني يعتدى علي عندما أقف سرع على التواليت، ماذا قدموا للنازحين؟ مجلس المحافظة الآن طيب، كله مختزل بشخص واحد أيضا، بشخصية السيد رئيس المجلس. نعم طيب سيد أحمد، يعني أنت تقول بأن هذا المجلس لم يقدم لأهالي صلاح الدين شيئا، هناك يعني تقصير في الأداء. إذا ما أتينا إلى يعني التخصيصات المالية لمجلس محافظة صلاح الدين، هل هي متوفرة؟ يعني لماذا هم غير متواجدين أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين؟ تقول أنهم غير متواجدين، يعني لماذا؟ أين هم الآن؟ أين مقرهم؟ ما هي التخصيصات التي صرفت لهم؟ وأين ذهبت هذه التخصيصات؟ نعم، قد يعني المشاهدين من أبناء محافظة صلاح الدين، هناك جزئية وهذا سؤال جيد وأود أن أوضحها، في مجلس محافظة صلاح الدين الآن الذي يكون مع الإدارة الموجودة الآن توفر له الحمايات وتوفر له السيارات، أنا شخصيا ويسمعني أبناء محافظة صلاح الدين ويسمعني السيد قائد شرطة صلاح الدين، ليس لدي حماية ولا واحد ولا شرطي ليس لدي حماية، ولم يتم تخصيص أي مركبة لي ولا أستطيع الذهاب. أما إذا كنت متوجه بالتوجه الآخر وتؤيد الإدارة الحالية وتسكت عن ما ترى، توفر لك الحمايات والسيارات. هناك من يسعى لاختزال المحافظة بشخص ويسعى لاختزال مجلس المحافظة بشخص، وهذا هو الدافع الأساسي لنا لإجراء التغيير. نحن نعتقد أن مجلس المحافظة والمحافظة اليوم لا تؤدي، تم تخصيص مبالغ، هناك مبالغ خصصت لمحافظة صلاح الدين 269 مليار ضمن موازنة تنمية الأقاليم، هذه نعرفها، ولدينا تحفظات على الآلية التي تم إعداد هذه الموازنة بها، وثبتنا التحفظات في وقتها، وهناك مبالغ لا نعلم بها وليس لدينا أي تصور، تأتي من الأمم المتحدة وغيرها لا نعلم بها، تأتي إلى المحافظة ولم يتم عرضها أو إعلام مجلس المحافظة بها. نحن في مجلس المحافظة، أنا عندما أريد أن يعني أتحصل على أي ورقة أو كتاب رسمي من دائرة لا أستطيع، لأن أعضاء المجلس أولا لم يوفر لهم سكن في مدينة تكريت، عضو مجلس المحافظة عندما يذهب إلى مدينة تكريت أين يسكن؟ أين يسكن عضو مجلس المحافظة عندما يذهب إلى بغداد؟ طالبنا قبل سنة أكثر من سنة، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس لديه مقر، ومحافظة صلاح الدين ليس لديها مقر بديل، وأنا يعني أوضح هذا للمواطنين ولأبناء محافظة صلاح الدين، سنة كاملة محافظة فوق 800,000 نازح منها، لا يوجد مقر لمجلس المحافظة، لا يوجد مقر للمحافظة، والمحافظة والمجلس تدار من البيوت، من بيوت السيد رئيس المجلس يدير المجلس من بيته، والسيد المحافظ يدير المحافظة من بيته. أنا أكرر أننا في مجلس المحافظة لدي كتلة لديها نصاب نريد أن نغير، إذا السيد رئيس الوزراء يعني لم يلتقي بنا ولم يدعم خيارنا الديمقراطي ونحن ممثلين لشعب، قد نستقيل استقالة جماعية وقد نعلق عضويتنا، لأننا لا نستطيع الآن
أن نؤدي أي شيء. نحن مستهدفين بكل شيء، لدينا وثائق وكلامنا مدعوم بالأدلة، لا نتكلم من فراغ. نحن هناك من يمنعنا يعني يمنعنا لتأدية عملنا، ولا نستطيع أن نعمل أي شيء. لذلك القضية الآن بحاجة إلى تدخل من حكومة بغداد ومن مجلس النواب العراقي. نعم سيد أحمد، يعني بما يخص ملف إعادة النازحين، هناك اتهامات للحكومة المحلية بالتقصير في ملف إعادة النازحين، لماذا لا يتم إرجاع النازحين إلى مناطقهم؟ يعني النازحين هناك منطقتين، هي ثلاث مناطق، هي مناطق صعبة، ناحية يثرب ومنطقة عزيز بلد وناحية سليمان بيت. حقيقة يعني هذا الموضوع حتى نكون يعني منصفين به، ناحية يثرب هناك مشاكل عشائرية، تم الجلوس لأكثر من مرة، عقدنا جلسات بين هذه العشائر ووصلنا إلى آلية حل، ولكن آلية الحل تحتاج إلى توفير مبلغ 4 مليارات دينار. هذا المبلغ منذ شهر 4 والآن نحن في شهر 10، لم يتم توفيرهم من قبل الحكومة، ولم نستطع. يعني أجريت كتاب من مجلس المحافظة بتحويل مبلغ 4 مليارات من موازنة محافظة صلاح الدين إلى متطلبات إعادة النازحين، ولكن للأسف وزارة التخطيط يعني لم توافق والحكومة لم توافق، وإن وافقت فلا توجد سيولة مالية. الآن 70,000 يتوقف مصيرهم على 4 مليارات، ويعني تنحل معضلتهم، ومع ذلك هناك خلل بالمتابعة. الحكومة الموجودة الآن لا تتابع ملف النازحين كما ينبغي، يعني في كل شهر يجرى اجتماع واحد أو زيارة واحدة حول ملف النازحين، وهناك تمييز بالتعامل بين مدن وأقضية المحافظة. مدينة تقدر وتزار ويقدم لها كل شيء، ومدينة أخرى أهلها نازحين مجاورة لها لا يتم متابعة موضوعها من قبل السيد المحافظ. هذا الموضوع فيه تقصير كبير، إضافة إلى المواضيع الأخرى. هناك ملفات فساد، هناك تقصير، هناك إهمال، ونحن هذا ما دفعنا إلى ما يعني نسير إليه من تغيير إن شاء الله. نعم السيد أحمد ناظم عضو مجلس محافظة صلاح الدين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. المطر اذا اجى المطر بعد احنا بيوتنا ما نطبها، وعاد المي يجينا، شافينا الجماعه يعرفون بالمي الوضعيه مالته، يجينا اول مره مي اسود وكله امراض وكله كليار، وهاي تعرفون الوضعيه مالتنا شلون تعبانه، وهاي بيوتنا القاعد قوم تنز علينا. عندنا هنا اذا شفت تقدر يصور هنا بلوعه، هاي الطق تقوم تطلع المياه الثقيله مالتها كلها علينا. شبه أهالي حي المتنبي في منطقة المنصور غربي بغداد منطقتهم بأنها أشبه بسجن بوكا نتيجة الإجراءات العسكرية التي يخضع لها ذلك الحي وانعكاساتها السلبية على حياتهم اليومية، إذ لا يسمح لسكان حي المتنبي بالدخول أو الخروج إلا بعد الحصول على موافقات عسكرية، كون أن المنطقة تضم سفارة روسية ومبنى مصرف الرافدين. خطاب عادل والتفاصيل في سياق هذا التقرير. أكثر من 700 عائلة في حي المتنبي غرب بغداد تمارس حياتها اليومية بأوامر عسكرية، حيث يقف أهل الحي لساعات طويلة بانتظار نداء الدخول والخروج، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عند أم حمزة التي تخشى كل يوم من أن يتأخر أبناؤها عن جامعاتهم، خصوصا بعد أن كبل منزلها بسلاسل حديدية رغم استحصالها موافقات رسمية برفع الحصار عنها. احنا محبوسين بالبيت ما نقدر نطلع، زين حتى اني عندي موعد يم الطبيب لغيته لانه ما اقدر اطلع. هسه اني صار شهرين مقدم طلب على موافقه قائد عمليات بغداد، لانه هو يعني بموافقته اجت يعني امر رفع الصبات. شنو اللي يتغير؟ هو امر عسكري، شنو اللي يتغير ورجعوها خلال 3 أيام الصبات؟ فاريد احد اي مسؤول يتدخل حتى يحل لي هذا الاشكال اللي بيني وبين السفاره وبين المصرف. شيء اكيد لازم يطب النداء ويطلع النداء. شيء اكيد تاثر، اي تاخير علينا، تاخير على الطلاب، على الطلبه، على الموظفين. عام ونصف مر على ماساه سكان الحي، بعضهم اضطر للنزوح في اماكن اخرى وترك السكن الاصلي الذي يقع بين مصرف الرافدين والسفاره الروسيه. بسبب الإجراءات التي جعلت أهالي المنطقة يشعرون بأنهم داخل سجن كبير، فيما يعاني آخرون من كبار السن والطلبة من صعوبة التنقل. أنا بالفتة خفت لا أروح أوقع، يعني تكسر
مغلقه طبعا بدال السفاره الروسيه بدال بداله يعني الاشياء ماكو مفتوحه. هسه دا اشتغل على قد اعطي ايجاري. مكان مغلق؟ احنا شوف انت شنو عمي بوكه مو هالشكل. بوكه مو هالشكل، ابو غريب مو هالشكل، تتخيل هاي الولد منا اعطيهم؟ منا اعطيهم؟ هاي لازم اعطيهم الغراض والمساق اللي يريدوه. هسه مو مشكله بس انا شنو وضعيتي انا وشريكي؟ انا صرت عمري صار 50 سنه اطلع اشتغل عماله لو اشتغل عامل عند احد. انا كمواطن عراقي له حق بهالبلد، شنو وضعيتي يعني؟ من يدافع عني؟ المريض اذا يجي مريض شلون؟ يعني لا سياره طب، لا ستوتو طب، لا باسكل طب، لا شيء كله ممنوع. كطالب دا تاذى راحه وجايه، يعني اذا فوت معاناتنا وايد كبيره. بعد ان فرضت عليهم الاقامه الجبريه يطالب سكان منطقه المتنبي في حي المنصور في بغداد الحكومه العراقيه برفع الحيف عنهم. ورفع الحصار الذي فرضته هذه الكتل الكونكريتية. من بغداد خطب عادل، الشرقية نيوز. كافي بكتونا نهبتونا كافي، وين نروح؟ وين نروح نهج؟ جاوبني نهج؟ كافي؟ كافي والله تعبنا 23 سنة موظفة، وين نروح؟ ها؟ لا بيت لا قاع كل شيء ما عندنا، وين نروح؟ حذرت مراكز بحثية في بغداد من انتشار غير مسبوق للعشوائيات في مركز العاصمة وأطرافها نتيجة استمرار أعمال العنف وما خلفها من موجات نزوح كبيرة. وبحسب دراسات أجريت مؤخرا فإن هناك ما يقارب 250,000 عراقي يعيشون ضمن عشوائيات لا تصلح للعيش ولا تتوافر فيها أبسط مقومات العيش الكريم. خمائل الكاتب والتفاصيل. سكان المناطق العشوائية في أطراف بغداد لا يعيشون في القرن 21 بمجاورتهم أكوام النفايات وتطوقهم امتدادات من القصب، بيوت هاوية بلا سقوف تحميهم ولا تتوافر فيها أبسط متطلبات العيش الكريم. احنا ما حاسبين عراقيين، احنا مو احنا عراقي بس مو عراقي، لان يعني ما عندنا وطن، ما عندنا بيت حلالنا. العراقي الى بيت الى وطن الى راتب شهري كل شيء، كل ماكو. تال المطر اذا اجى المطر بعد احنا بيوتنا ما نطبها. وعاد المي يجينا شافينا الجماعه يعرفون بالمي الوضعيه مالته. يجينا اول مره مي اسود وكله امراض وكله كوليرا وهاي تعرفون الوضعيه مالتنا شلون تعبانه وهاي بيوتنا. يعني لا استقرار لا شيء، كل شيء ماكو وكل شيء ما مستفادين. بالمطر مفيض، القاعد تقوم تنز علينا. عندنا هنا اذا شفت تقدر يصور هنا بلوعه هاي الطق تقوم تطلع المياه الثقيله مالتها كلي تعالينا. السقوف تخور، يعني معارات، ما عندنا احد يجينا ويسال علينا نهائيا. تقول مراكز بحثيه ان العاصمه تضم لوحدها نحو 300 تجمع للعشوائيات تأوي في مجموعها نحو 250,000 شخص. لا زالت لحد الآن لا توجد حلول لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية في حل مشكلة العشوائيات. لذلك اليوم الحقيقة احنا من خلال متابعتنا وأيضا مع اللجان المعنية حاولنا أن نضع المدن الخمسة، وهذه يكون لها دور كبير طبعا، وهذه المدن الخمسة راح تحل لنا جزء من المشكلة وليست حل لكل المشكلة لأن أعدادها كبيرة وموزعة أيضا في كل مناطق بغداد. ذوو الاختصاص قدروا المدة الزمنية لحل هذه الأزمة بسبع سنوات إذا ما توافرت أصلا شروط حلها، وهو أمر مستبعد مع إعلان موازنات التقشف. لم يكون المطر نعمة بالنسبة لهؤلاء الغارقين في الطين وأكوام النفايات خارج خريطة العراق السكانية والخدمية، سقوف لا تقي من برد ولا مطر. مرحبا بكم في عالم العشوائيات. من بغداد خمال الكاتب، الشرقية نيوز. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حصاد ليلة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. نظرة مختلفة.